بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى إلى أخيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة برقية دعم وتضامن إثر موجة السيول التي شهدتها المملكة الأردنية الهاشمية وما خلفته من خسائر بشرية ومادية حيث أكد جلالته حفظه الله على دعم مملكة البحرين وتضامنها الكامل مع الأردن الشقيقة في الظروف التي يتعرض لها وشدد جلالته على متانه العلاقات الراسخه التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والحرص على توطيدها في المجالات كافه ومواصله التشاور والتنسيق ازاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك